للوقوف على حوار لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب فيما يخص الأوضاع في العراق، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. بداية، مرحبا بك دكتورة فاطمة العاني. كيف تنظرين إلى ما انتهى إليه حوار لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب فيما يخص العراق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. طبعا على مدى يومين متتاليين، يوم 26 و27 من هذا الشهر، عقدت لجنة مناهضة التعذيب، أعضاء من لجنة مناهضة التعذيب للحوار مع الجانب العراقي من أجل مناقشة ردود العراق على أسئلة لجنة مناهضة التعذيب التي تقدمت لها بها في الفترة السابقة، والاستفسار أكثر حول الإجراءات التي والتقدم الذي أحرزه العراق في اتجاه تنفيذ الاتفاقية. الحقيقة كانت يعني لجنة الخبراء وأعضاء لجنة مناهضة التعذيب يعني في دقيقين للغاية، والحقيقة يعني حتى تم إحراج الوفد العراقي أكثر من مرة بسبب ضعف ما أجوبة العراق على بعض النقاط التي تقدم بها أعضاء هذه اللجنة. والكثير كان هناك الكثير من التعليق على القوانين، خاصة التعديلات على القوانين، ومن يسمو على من، هل هي الاتفاقات الدولية أم القوانين المحلية. تمت مناقشة أيضا أحوال السجناء، عقوبة الإعدام، يعني التعويضات التي يعني يجب أن تصل إلى ضحايا الانتهاكات، إضافة إلى يعني الكثير حقيقة، يعني الكثير من القضايا الدقيقة، حتى الطب العدلي، حتى يعني قائمة طويلة، والحقيقة يعني تقرير يعني مناقشة يعني كبيرة. هذا الحوار يعني عكس فعلا واقع الأوضاع، أوضاع السجون وأوضاع الاحتجاز. نعم بالتأكيد، يعني لدى اللجنة كانت هناك معلومات دقيقة عما يحدث في السجون من انتهاكات ومن عمليات تعذيب ومن عمليات إفلات من العقاب، أو كيف تتعامل المحاكم والقضاة مع هذه القضايا، وكيف يتم يعني التغاضي عن الجنات الأصليين، وهناك عدم محاسبة، إضافة إلى أحوال النساء والفتيات والقصر في السجون، أحوال المعاقين داخل السجون، يعني حتى أن أحد المقررين الخاصين يعني وصلت له تقارير عن أن حتى المحكومين بالإعدام يتعرضون إلى عمليات تعذيب مستمرة، إضافة إلى عمليات ترهيب، بالرغم من أنهم يعني حتى لا يتم إعلام أهلهم بموعد يعني تنفيذ الحكم الإعدام. وبالتالي يعني فهذا دليل على أن الانتهاكات مستمرة في العراق. ذلك هناك وصل إليهم يعني تقرير حول أعداد المحكومين بالإعدام، وهي كانت أحدى القضايا التي كانت مثيرة لقلق اللجنة. في عام 2018 وصلت حالات الإعدام إلى أكثر من 7000 يعني حالة تم يعني البت فيها وتنتظر التنفيذ. انتشار الأمراض، إضافة إلى الاستغلال الذي تتعرض له السجينات في السجون، كيف يتم التعامل معهم، يعني من إذا كانت لديهم أطفال، هل هناك إدارات للسجون تتم من قبل النساء أو من قبل الرجال لهذه السجون، الدورات التعليمية المهنية داخل هذه السجون، حملات التأهيل في هذه السجون وغيرها. وفي الحقيقة كانت هناك يعني الوفد العراقي الحقيقة لم يقدم معلومات كافية حول هذا الموضوع، واكتفى في الأخير في أن يعني يطلب من اللجنة أن يرسل لهم تقارير كتابية حول هذه التقارير. الموضوع. دكتورة فاطمة، يعني إلى أي مدى تأخذ لجان الأمم المتحدة هذه التقارير على محمل الجد، وبالتالي تبني تصوراتها عما يجري في العراق من تعذيب وداخل أماكن الاحتجاز؟ يعني سبق وإن كان لكم اجتماع في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب مع أعضاء من لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إلى أي مدى ترون أنهم فعلا هذه اللجنة تأخذ على محمل الجد التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية؟
يعني في خلال هذا الحوار يعني أخذت اللجنة الحقيقة يعني بجدية واضحة التقارير التي وصلتها من المراكز والمنظمات الحقوقية وبالدقة. يعني أستطيع أن أقول أن مثلا الذي قدمناه من خلال تقريرنا إلى لجنة مناهضة التعليم قد ذكر يعني بالنص في خلال هذه الحوارات. يبقى أن اللجنة هي التي يعني تقرر على حسب ما يقوم به الجانب العراقي، هل هناك تطور في هذا الموضوع، هل هناك تنفيذ لهذه الاتفاقات، هل هناك احترام لحقوق الإنسان. الحقيقة هذا يعني لا زال السؤال مفتوح لأننا لم نرى لحد الآن تحرك واضح، وهذا رغم إذن أننا يعني طالبنا. مثير للجدل ومثير للاستغراب، الانتهاكات والجرائم مستمرة، ولكن ما هي مبررات الحكومة وقواتها الأمنية في استمرار هذه الانتهاكات رغم أنها يعني تعتبر جريمة في القانون الجنائي وكذلك في المواثيق الدولية التي وقع عليها العراق؟ الحكومة في الحقيقة تحاول أن تبرر وتقول أنها تقوم بخطوات، والحقيقة الجميع يعلم حتى المنظمات الحقوقية في خلال مناقشاتها مع بعضها تؤكد على أن ما كل الذي يذكره العراق من ما يقوم به من جهود هي في الحقيقة هي فقط حبر على ورق وليست لها أثر على واقع الحال، مع يعني ولا زال الأحوال يعني مستمرة بمثل الأوضاع السيئة التي يمر بها السجون بالوقت الحالي، ولا يوجد حقيقة أي تقدم. يعني نعرف جيدا أن الحكومة لا يجب أن تدافع عن نفسها، يعني يجب أن تقول أنها قامت يعني بتدريب بنشر منشورات يعني توضح يعني معايير حقوق الإنسان يحتفظ بها يعني قوات الأمن، ولكن حقيقة حتى لم أشعر أن الحكومة يعني ذكرت حتى الميليشيات وما تقوم به. كان التركيز فقط على يعني على فقط ما تقوم به من جهود من فقط هل هذا يعني يعني دكتورة لا برأيك توجد قوة في يعني الموقف. برأيك يعني هل هذه الضغوط الدولية ربما سوف لن تؤثر في شيء وسوف تستمر الانتهاكات داخل العراق رغم صدور هذه التقارير؟ بالتأكيد، وهذا يعني تم حتى ملاحظته من خلال النقاشات والحوارات مع الجانب العراقي. يعني مثلا كان هناك تبرير لعقوبة الإعدام ليست فقط على من يرتكب الفعل بصورة مباشرة بل على من يتعاون وغيره في الحقيقة، وهذا يعني حتى يخالف يعني المعايير الدولية. مرتكب الفعل ليس مثل الذي يعني مثلا يقدم فقط الدعم أو غيره. وقدمت الحكومة مبررات يعني حقيقة ضعيفة هذا الموضوع، ما يدل على أنها مستمرة في نهجها ولن تتوقف عن هذا إلا إذا كانت هناك قوة تستطيع يعني إيقاف الحكومة عند حدها. شكرا جزيلا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.